تقولي يا بنتك عزية باغ اكزومبل اولا خرجتي على الناس المغربي حاجه بحال هكذايا تجي مرخوخ مغربيه وسينيغالي بعض المغاربه تيقولوا لهم على انهم غادي يخسروا لينا الناس المغربي زعما هو مقعد 32 سنة متزوجة وعندي جوج بنيتات سيرة شادية ومريم يمنى عداء دولية سابقة وحاليا كنشتغل بالدومين ديال سونتر دابيل وشو ماتانيتي اكتيول واو على شباب ميمكنش قلعوا لمن تيشبه الزوج ديالي ها انتوما هو ولا ماشي هو دي جي ديالي المفضل ها هو اصدقاء بلاك كوفي انتوما يعني شوفوا معايا هذا وشوفوا معايا اصدقاء ها الله يكملها ولا يدم دومه محبه طعم والماء على غنوت سليمان كنا خدامين انصام في الاول في امازون في 2013 كنا اون بلوس ساكنين حدا بعضياتنا في الرباط يعني كنا عندنا دي فوازان و دي كوليك او ميم طون ثلاث سنين وحنا كنخدموا بعضياتنا ما بيناتنا حتى شي حاجه ما حتى شي كونتاكت السلام عليكم عادي بحال جميع الناس ولكن كان هذاك كان ديك لاتيرونس واحد شويه بيناتنا من مورا ثلاث سنين دازت عادش هضرت انا وياه وجاني شان قال لي هاجر انا باغي نتزوج سليمان بعدا معروف عليه انه من اطيب الناس ما عنده مشاكل مع حتى شي واحد معروف عليه السمعه الطيبه والتربيه الحسنه كيف ما تنقولوا حنا في المغرب وبحكم الخدمه ديالنا انصامبل دونك عاشرت وعرفت كيفاش داير فملي تقدم لي الزواج في الصفات اللي كنتمناه الحمد لله جيمتو هاد سالي جيمتو سالي كان تيم لا بيرسون سي كو سي با كو تي ايم سا تي ليس اوتر جيمتو même les limites que cette personne a il faut être obligé de l'aimer pour vivre ensemble avec elle حنا تربينا انه ما كاينش مشكل واحد يكون اسود البشره ولا كما كان اللون ديالو لا فرق بين عربي وعجمي الا بالتقوى دونك الحمد لله ما كاينش اعتراض الوالد ديالي كان عنده واحد التخوف شي شويه ملي كنت مره بغيت نتزوج قال لي يا ولا مشى سليمان السنغال شنو غادي دير قلت له غادي نمشي معاه بطبيعه الحال فانا غنتبع زوجي في المكان مي دابور شوفوا هضر معاه وشوف شنو فطراتو كيف ما تنقولوا وديك الساعه تقرر والحمد لله ما كانش مشكل كوم جيكسبليكي او ديبي ما فامي نيتي با كونتر مي يا ميم يا يافي ما مير كي ايتي سوربريز او تو ديبي باسكو ايل فولي كونيتر لا بير قال لك عائلته ما كانش عندها مشكل ولكن ماما ديالو هي اللي كانت متفاجئه اوكي باسكو نورمالمون كون تو دو تو ماري افيك اون بيرسون il faut que les familles puissent réunir et discuter قال لك حيتاش الازواج باش يبغيو يتزوجوا شي خاص لي فامي يتلاقاو ويتغونكونطاو فهمتوا بحال هكا سليمان كيفهم العربيه 100% راه حتى واحد ما يديرها به تيفهم العربيه مزيان الدارجه المغربيه مزيان كيهضر بها واحد شويه مي ماشي بزاف المهم كيهضر بها واحد شويه واخا هكذا ما كيفهمها راه تقولي لي والله ملي لينا مدرستي الحلوه الكبيره سيلا عندها دابا 30 ونص اللغه اللي كنهضر معاها في الاول فاش زادت انا كنت نهضر معاها بالعربيه هو كيهضر معاها بالفرنسيه وكانت معايا ابوستي ديك الساعات شادها ليا كنهضر معاها بلولو في لغتهم دونك بنتي دابا سيلا كتهضر العربيه الفرنسي وشويه السنغاليه ديالهم لا انا مع ابوستي الحمد لله الامور بخير جات لعندي وبنتي سيلا عندها 5 ايام فاش زادت دونك جات من السنغال اول حاجه دارتها باش جات عندي للدار هي لقبت ليه صايبت لي انا الفطور كنت باقا نعسه وشدات حوايجها كتغسلهم بيديها دونك من الاول انا وياها العلاقه دازت مزيان الفيلين كما تنقولوا داز مزيان فاليومين هذا ما عندناش مشكل الحمد لله بعدا كنعرف نطيب الماكله السنغاليه كامله ديالهم بون لي بلا اللي معروفين اللي مشهورين كنعرف نصايبهم تعلمتهم من عقوسي باش كانت جالسه معايا في الدار والتقاليد ما كاينش حاجه زعما غريبه على المغرب من غير اللباس اللباس ديالهم هو في شكل وحنا اللباس ديالنا في شكل مي التقاليد هي نفس الاعياد نفس المناسبات ما كاينش حاجه زعما اللي غريبه اه لي بلان ماروكان الطاجين مرخوخ ça c'est en fait c'est le plat que j'adore le plus صدق انا الصراحه ماشي كونطار ديال العيب ديال المغاربيات ولا المغاربه يتزوجوا بافريقا سي با كونطار فهمتي حتى حنا مغاربه تمشيو فرنسا واسبانيا فهمتي وطالقين عراقنا في الطاليا تنتزوجوا الزهرات مي ما كاينينش شي جروبات شي كاتبين لا للزواج ضد الافارقه لا حنا منين حنا من النرويج حتى حنا راه افريقيا راه جايه ربحتنا الفوق بعدنا على شويه الشمس لتحت دونك الرساله اللي نوجه لهاد الناس هادو باغي كمان التنصير انا قبل ما نتزوج كنت عداء دوليه يعني دوزت النص ديال حياتي في بزاف ديال البلدان في العالم مشيت بزاف ديال المدن ساليت فيهم ميتو يعني انا من داك النوع اللي متفتح على الثقافات وعلى لي كولتور ماشي مشكل نقدر نمشي لاي بلاصه الحاجه الوحيده اللي تبقى فيها هي انه والديا لانهم ناس كبار ومراض شختو ولكن الا لقينا زعما خدمه في المستوى نقدروا نعيشوا بها مزيان في السنغال ما كاينش مشكل في الاول ديال الزواج ديالنا
بون في الخدمه الناس معروفين عندنا دونك حنا خدامين مع نصارى كيف ما تنقولوا هيدا الدره ما عندوش مشكل ما بين المغربيه والسنغاليه ولكن في المجتمع المغربي عندهم واحد النظره شويه غريبه كيشوفونا خارجين في الزنقه بحال هكذا تيشوفوا فيك واحد الشوفه اللي شويه ناقصه فما في الاول كنت ما كنفهمش علاش تنقول زعما انسان باقي عقله واقف على اللون ديال البشره ديال واحد الوغ ربي اللي خلقه بحال هكذاك ما كتقبلهاش مي مع المده تنقول انا مقتنعه بالاختيار ديالي عايشه بخير والحمد لله والديا وعائلتي متفقين معايا فما ما عنديش مشكل دونك بالعكس ومن بعد مرات كنلقى كاع بعض الناس كيحبوا هكذا في انستغرام ولا يوتيوب تيصيفطوا لي ميساج زوينين تيشجعونا تيقولوا لنا زعما كيشوفوا شنو كيفاش عايشين فما كيعجبهم الحال دونك الحمد لله بدات الامور كتغير واحد شويه pour moi le racisme c'est juste un terme que certaines personnes utilisent qui connaissent pas et qui veulent pas apprendre à connaître l'autre on peut être dans un même pays exemple maghreb anaya ou le sénégal on est même si on connaît pas l'autre on a tendance à marquer le pas et ça crée une barrière et tant que cette barrière existe on n'apprend pas à connaître l'autre ce qui génère l'incompréhension et le mépris chez certains après on va dire le racisme mais le racisme ça existe partout moi pour moi c'est juste une source de motivation c'est vrai قال لك باش نكونوا عنصريين تجاه واحد الشخص نضعوا واحد الحد واحد البارير حواجز بيننا وبين داك الشخص فهمت قال لك من الاحسن قال لك قال لك بلا ما تعرفوا عليه بلا ما نعرفوا كي داير بلا ما نعرفوا القلب ديالو كيف داير وقال لك سيدي الراسيزم ولا العنصريه كاينه في العالم كامل اخويا سليمان سميتك سليمان العنصريه كاينه بيناتنا حنايا مغاربه ما مفاهميش مع بعضياتنا قال لهم بوز فلو ما فاهمين مع راسنا بقى عاد انت بحال شي كراوني في النوطه دونك عادي سان اكزيست ولا بلا اكزيست حنا قابلين عليكم فهمتوا كيف انت يا باغيها قوريه باغيها صغيره ولعبه انت يا باغا سينيغالي ومالو ماشي انسان علاش تنديروا هذا الفرق هذا ومال هذا احسن منها شي غير تلقى ملكه الجمال تلقى قلب ديالها اسود اه يطلع يضربون الفيديو انا شاومي قلت لك غاش فيديو جديد كان اللون بارك بحكم ان اللون ديالها مختلف على اللون ديال الناس زعما هي ميتيس ماشي لون بحالنا حنا هكذا بيضين شي شويه يعني ميتيس اللون مختلف تنخاف يقول شي واحد شي كلمه ماشي هذيك سورتو حيت كيوصلوني بعض المرات دي كومونتير هكذا في انستغرام ولا في يوتيوب تيقولوا لي بنتك عزيه باغ اكزومبل اولا خرجتي على الناس المغربي حاجه بحال هكذايا تنخاف انها توصل شي كلمه ماشي هذيك ما تفهمهاش فكنحاول نعلمها تقول لي شنو كيتقال لها في المدرسه باش تعاون نعرف كلشي وميم طون كنحاول نعلمها انه انا وباها بيان سور ما كاين اختلاف ربي خلقنا كاملين سواسيه ممكن يكون اختلاف في لون البشره اللي حاجه عاديه بالنسبه لي انا وباها وبزاف ديال الناس ولكن كلنا بشر تحت الله كلنا مخلوقين من 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 بلاصه وحده يعني ماشي ما كاينش اختلاف فريمون خاصك تعلم انها تعاون الناس وانها ما توقفش على جوست ان واحد لون البشره هو اللي غادي يحدد شخصيتك كيفاش كاينه انا اول حاجه غادي نقولها هو انه الزواج اقدار ما غاديش زعما نحط الناس على انهم يتزوجوا من اجنبي سواء سنغالي ولا فرنسي ولا كيف ما كان الجنسيه ديالو الزواج اقدار مي انا الحاجه اللي غادي نقول للناس على الزواج هي انه لقيتي شي انسان في المواصفات اللي كتمنيها انت في الزوج المستقبلي ديالك لقيتي انسان كيتعامل معك مزيان كيتثق فيك الله غادي تعيشي معاه مزيان دونك كان مغربي ماشي مغربي فتوكل على ماشي مشكل اكزاكتومون هذا هو لامبورطونس في العلاقه الزوجيه ملي توصلوا للزواج ما تبقاش يهم لوم الشراء ولا المهم هو نرتاحوا مع هذيك لا بيرسون تزيدنا القدام نعاودوا بعضياتنا نزيدوا بعضياتنا القدام سيبورت فهمتوا هضره زوينه المايند سيت تكون زوينه هذا هو المهم راه بحال الاخر قلت لك ما نتزوجش بيه عنده 6000 درهم الصالير ديالي ما يكونش في الصالير شكون صنع هادو راه تبقى نشوف شي لعيبه راه لا يمكن علاه شاومي جو تلقاو في شي فيديو